حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان جلسة ختام أعمال قمة تيكاد السابعة. لقد شكلت قمة تيكاد السابعة منعطفا مهما في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية بما يتسق مع الواقع الإفريقي والأولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة. كما أقرت القمة ما نتطلع لتنفيذه في إطار خطة العمل وحددت أفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الزامبي إدغار لونغو. السيد الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وزامبيا، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها زامبيا في منطقة الجنوب الإفريقي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد ماسومي كاكينوكي رئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني، وهي واحدة من أكبر الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. عقبها مؤتمر صحفي بمشاركة السيد الرئيس. تعبر قمة التيكاد عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، والتي تعد إحدى الشراكات المتميزة في عالمنا المعاصر.